صباح فل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام الوداد البيضاوي المغربي الساعه 9 بالليل على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. فريقنا بيدخل ماتش النهارده بعد ما كسب صن داونز في ربع النهائي، بعد ما كسبنا هنا في القاهره 2-0 وتعادلنا في جنوب افريقيا 1-1، والوداد داخل ماتش النهارده بعد ما اتخطى النجم الساحلي في ربع النهائي بعد ما خسر في تونس 1-0 وقدر ان هو يكسب في المغرب بنتيجه 2-0. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون معانا المدرب الجديد بيتسو موسيماني في اول تجربه ليه افريقيه، بعد ما لعب 3 ماتشات محليه قدر يكسب المقاولين وامبي وبعدين يتعادل مع بيراميدز. ونفس الموضوع برضو بالنسبه للوداد اللي معاهم مستر جاموندي الارجنتيني اللي لعب 8 ماتشات كسب 5 وتعادل 3. يلا بينا. النهارده ان شاء الله اول تجربه افريقيه لفريقنا مع مستر بيتسو موسيماني اللي خرجناه من ربع النهائي مع صن داونز. الحقيقه الفتره اللي فاتت كان في كلام كتير على الجهاز الفني بتاع مستر بيتسو، وفي اكتر من فرد كده خطف الاضواء من الجميع زي المدرب العام الراجل الكبير في السن اللي كان مدير فني وجاي يشتغل هنا مدرب مساعد لمستر بيتسو، وكمان مدرب الاحمال الراجل الصحه كده والعملاق اللي الناس كلها اول ما شافته قالت هو ده اللي هيقدر يظبط الفرقه. لكن بالنسبه لي اهم واحد في الفريق هو موسى ماتيلبا محلل الاداء، الراجل دوت اللي الحقيقه يعني اتكلمت مع زملاء في جنوب افريقيا اتكلموا عنه بمنتهى الاحترام وقالوا عنه كلام كتير جدا مهم، زي ان الراجل دوت هو يعني تحسه كده راجل عبقري ملوش علاقه باي حاجه في الدنيا غير شغله وبس. انت تشوفه كده هو رفيع وبنضاره وتحسه كده حد بسيط ولذيذ، لكن الحقيقه ده داهيه في الجهاز المعاون. الحقيقه الراجل دوت يعني احنا بنعول عليه بشكل كبير جدا في ماتش الوداد النهارده، لان احنا هيكون عندنا مشكله مع فرقه الوداد اللي هي بتلعب على ملعبها بشكل قوي جدا وما خسرتش من فتره طويله جدا. اخر خساره كانت على ملعبهم في دوري ابطال افريقيا كانت من النادي الاهلي سنه 2016. الراجل دوت هيكون عليه دور كبير جدا محلل الاداء ان هو يحلل لنا فرقه الوداد. ناس كتيره كانت بتتكلم على عناصر القوه والضعف في الوداد، لكن انا عندي كل ثقه في موسى ان هو يقدر يوصل للجهاز الفني وللعيبه كل كبيره وصغيره عن الفرقه دي. فريقنا بيدخل ماتش النهارده بقايمه اجباريه قوامها 22 لعيب بعد ما كانت 30 وفي 8 لعيبه بحالهم اللي مشي واللي اتصاب واللي مش قادر يكمل معانا. والحقيقه النهارده هيكون اختبار صعب جدا لمستر بيتسو موسيماني، لكنه كان في الماتش الاخير قدام بيراميدز ادانا كده نبذه عن اللي ممكن نعمله قدام الوداد في ماتش النهارده. شفنا الفرقه في ماتش بيراميدز كان عندها مشاكل كتير جدا وكل سوء الحظ اللي ممكن تتخيله في الدنيا كان متواجد في الشوط الاول من مباراه بيراميدز اللي انتهت بالتعادل السلبي. شفنا ضربه جزاء بتضيع مبكره، شفنا طرد مبكر، شفنا كمان اصابه مبكره من غير ما اي حد يلمس كهربا اتصاب في الخلفيه. كل دي كانت اختبارات كتير جدا للضغط اللي هنتعرض ليه في ماتش الوداد النهارده ان شاء الله، لكن الحمد لله ان احنا هنلعب ماتش النهارده على الملعب الصعب ده بدون جماهير. جماهير الوداد على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بيكون صعبه جدا جدا جدا. شفنا في البطوله دي عملوا ايه قدام النجم الساحلي، الحقيقه كانوا عاملين ماتش رهيب، الجمهور كان هو رقم واحد في الفوز اللي حققه فرقه الوداد وقدر يوصل من خلاله لدور نص النهائي. في كمان مشاكل كتير عند الوداد ان شاء الله هنستغلها في ماتش النهارده، زي ان هم كان عندهم ضغط كبير جدا في الفتره اللي فاتت في الدوري اللي هم كانوا قريبين من حسمه، لكن الرجاء قدر يخطفه في الثواني الاخيره من المباراه الاخيره في الموسم بفرق نقطه عن الوداد. مشاكل كتير جدا اتعرض ليها الوداد في الفتره اللي فاتت برضو، زي ان هم كان عندهم اصابات كورونا كتير بعد العوده من التوقف والدوري ما كانش منتظم بشكل كبير، وجم في الاخر بقى كان في ضغط مباريات رهيب وضغط نفسي وعصبي على اللعيبه، كانوا مركزين في مسابقه الدوري اللي عايزين يحسموها لكن ضاعت منهم في الاخر وما قدروش ان هم يكونوا ابطال الدوري الموسم ده. كنت اتكلمت مع مستر موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد مباراه بيراميدز عن سوء الحظ اللي حصل في الشوط الاول بالذات، زي ضربه الجزاء اللي ضاعت والطرد والاصابه المبكره وكل الحاجات دي. الراجل الحقيقه اتكلم على ان هو دوره كمدير فني ان هو يلاقي حل لكل المشاكل وان هو ما يقفش على حاجه ويحقق حلمه وطموحات الجماهير اللي من حقها تفرح. فتيجوا نشوفه كده قال ايه في المؤتمر الصحفي. Things happen to the team. Every injury, every record, missed penalty. How did you take the lessons from that before your trip to Qatar? Yeah, it's
football teaches you many lessons. هو سؤال برضه عشان لحد ما حد سمع بيقول النهارده حصل احداث كتيره سلبيه في الشوط الاولاني، كارت احمر واهدار ضربه جزاء و يعني واصابات، فيا ترى اصابه كهربا وخروجه ده حاجه زي كده طبعا ايه بتطلع منها دروس، ايه الدروس المستفاده من حاجه زي كده قبل ما تسافر كازابلانكا عشان تلعب مع الوداد؟ Our jobs are difficult. We are, that's why we are coaches. We must help the team in these difficult conditions. احنا طبعا بنستفيد بنطلع دروس كتير من كره القدم، احنا دورنا كمدربين ان احنا نفيد الفريق ونعلم اللعيبه. We need to remain calm. عايزين نحافظ على الهدوء. And make the players feel confident that there is no problem. نخلي اللعيبه عندها ثقه دايما. We have challenges. في لحظات التحدي او اللحظات الصعبه بتدي اللعيبه احساس ان ما فيش مشكله، يبقوا هادين، بقى عندهم تحدي يقدروا يعملوا. يعني يهدي اللعيبه في الاوقات الصعبه وديهم ثقه. Since I came here I've never had it easy. It's either somebody's injured or suspended or something. Everything happens. One day I'll have it nice. منذ قدومي هنا مفيش حاجه حصلت، يعني كان دايما في اصابات كتير وده ايقافات وحاجات زي كده، مفيش حاجه، مفيش ماتش يوم الماتشات كان حصل من غير مشاكل، من غير ما كان يوم كويس. كل ماتش وقت ما جيت كل ماتش بخسر لعيب. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون موجود معانا محمد الشناوي بعد ما تم الاطمئنان على اصابته، وان شاء الله يكون موجود بشكل سليم بعد ما غاب عن الماتشين اللي فاتوا. والحقيقه كنا قلقانين جدا من محمد الشناوي ان هو ما يكونش موجود النهارده، لانه بيشكل تقريبا 50% من قوه فريقنا ما شاء الله عليه، يعني نمسك الخشب. ومعاه كمان هيكون موجود ايمن اشرف ان شاء الله في الدفاع اللي عندنا فيه مشاكل كتير، تقريبا خط الظهر بالكامل غايب ما عدا ايمن اشرف وعلي معلول، وكمان هيكون موجود محمد هاني معاهم واحمد فتحي بقى السبير الراجل الجوكر اللي بيقاتل لحد اخر لحظه في موسمه الاخير مع النادي الاهلي، بنوجه له التحيه على الاداء القوي اللي بيقدمه مع فريقنا. الحقيقه البعثه موجوده في المغرب وكل شيء على ما يرام، وكابتن محمود الخطيب على راس البعثه هو رئيس بعثه النادي الاهلي في المغرب، ده طبعا بيدي قيمه وثقه للفريق في الفتره دي. الحقيقه الفتره اللي فاتت في المغرب التدريبات كانت ماشيه بشكل تمام وما كانش عندنا اي مشاكل خالص الحمد لله، وعلي معلول وجيرالدو انضموا للفريق بيكملوا القوام اللي هيكون موجود في المباراه ان شاء الله النهارده، ونتمنى بقى نشوف تشكيل قوي نقدر نحقق بيه نتيجه ايجابيه النهارده. مستر موسيماني الحقيقه اللي شفناه في الكام الماتش اللي فاتوا اللي هم بدايه تجربته معانا، يعني الحقيقه الراجل كان باين عليه ان هو جريء جدا وحافظ مفاتيح اللعب وحافظ الفرقه بشكل كويس، ده غير ان هو حافظ فرقه الوداد اللي لعبها اكتر من مره لكن ما كانش موفق قدامهم. الحقيقه انا شايف ان النهارده هتكون فرصه بقى للنادي الاهلي ان هو يعوض خساره النهائي اللي كان سنه 2017 قدام الوداد، وكمان لموسيماني اللي هو ما كانش موفق قدام الفرقه دي وهو كان مدرب سان داونز. كل الظروف صعبة على الفرقتين، الوداد برضو عنده مشاكل في الخط الخلفي، وكان في بقى ترند طالع لطيف كده على السوشيال ميديا في الكام يوم اللي فاتوا ان جماهير الاهلي داخله بقى بتشكر في الوداد وعماله بتشيد بلاعيبتهم وتقول اللعيبه دي هتكسر الدنيا، خاصه الحداد يعني اهم لعيب في الفرقه، لكن احنا بنتمنى طبعا النهارده ما نشوفش منهم اي اداء خالص ويكونوا غير موفقين قدام فرقتنا، لكن بعيدا عن الاصابات بعد الشر يعني عن اي حد، ونقدر نعمل مباراه كبيره النهارده ان شاء الله ترضي كل جماهيرنا اللي بيبحثوا عن اللقب الغايب، ونحقق النجمة الثمانية زائد واحد إن شاء الله، ونشوفكم قبل ماتش الوداد الأسبوع الجاي هنا في القاهرة إن شاء الله، ويلا يا أهلي.